سيارتنا اليوم هي اصدار جديد من شيفروليه من بن حموده للسيارات اسمها بي اتش اديشن. يلا بينا عشان نشوف ايه الاضافات اللي نزلت على سيارتنا الجديده اليوم. زي ما احنا شايفين اول حاجه بنلاحظها على مقدمه السياره المدعميه اللون الاسود كامل مع الهوكات اللي لونهم بنفس لون السياره اللون الاسود. السكيت بليت بتاع السفلي بيكون كمان لونه اسود كامل. الاوبشن اللي قدامنا حاليا هو بيكون بينزل مع رنجات كروم، طبعا الديزاين زي ما احنا شايفين ما شاء الله رائع، بيكون قياسه 22 انش. طبعا اول ما بندخل السياره بننبهر باللون رائع من الجلد زي ما احنا شايفين، هو بريميوم ليدر بشعار نازل عليه مكتوب بي اتش اديشن زي ما احنا شايفين. اهم شيء فيه ان هو بيراعي مخارج الاير باجز، جلد ايطالي اصلي عليه ضمان مع ضمان السياره زي ما احنا شايفين. طبعا بي اتش اديشن بينزل اصدار خاص فقط ببن حموده للسيارات. طبعا من اهم الاضافات اللي تمت على السياره عندنا هنا هو الفريدج اللي نازل من المصنع بدرجتين تحكم في البروده، بيوصل لخمسه وخمسه تحت الصفر، بس بمجرد ضغطه زر تختار انك تبرد او تجمد اذا كان في معاك شيء محتاج التجميد بنحطه في السد عندنا. واحنا معديين كمان لقينا ان البي اتش اديشن بينزل على اصدار الزي 71 من الشكل الجديد من التاهو، ما شاء الله طبعا شكل رياضي ورائع، في اختلافات احنا شايفينها، الهوكات حمر، السقف لونه اسود زي ما انتم شايفين ما شاء الله، الشعار الزد 71 حتى مش كروم، هو بيجي مات شويه دخاني او لون غامق. اهم حاجه عندنا كمان البريكات او الكاليبرز بيكونوا باللون احمر زي ما احنا شايفين، وفي خط اسود تحت هنا عند الابواب كمان بيميز السياره كتير. طبعا زي ما احنا شايفين في فئه الزد 71 عندنا شاشه هي 10 انش فعليا، الشاشه بتنزل طبعا متوصله بالشاشتين الخلفيتين هنرجع نشوفهم ورا حالا، مع الفتحه البانوراما بتوصل عندنا لاخر الصف الثاني. طيب احنا عايزين نوصل للكرسي الاخير، احنا كل اللي علينا ان احنا نعمله ان احنا نرفع بس الليد اللي تحت، في عندنا هنا بيلت يرفع السيت بيدينا مساحه كبيره جدا ان احنا نطلع نقعد براحتنا في الصف الخلفي زي ما انتم شايفين. زي ما انتم شايفين الشاشه الخلفيه هي 12 انش تقريبا او اكتر شويه كمان، دي اكبر شاشتين موجودين في السوق للانترتينمنت الخلفي للعيله والاطفال. عندنا كمان السيت الخلفي زي ما احنا شايفين انا قاعد ومقدمه على الاخر، انا هنرجع لاخر شيء زي ما انتم شايفين المساحه ما شاء الله كبيره جدا عليا انا كمان. اديشن كمان عندنا الاربعه اكزوست الخلفيين على كل زاويه فيه 2 اكزوست، وزي ما احنا شايفين هم كلهم شغالين مش فقط ديزاين. محرك التاهو الجديد هو محرك جبار V8 طبعا بيكون 355 حصان و10 سرعات متحرك اوتوماتيك مع الديناميك فيول مانجمنت اللي هي السلندرات المتغيره حسب الار بي ام وحسب عدد لفات الماكينه. عندنا طبعا 355 حصان من عدد الاحصنه و519 من النيوتن متر او التورك. استهلاك الوقود عندنا في التاهو الجديد هو طبعا عشان سياره 10 غيار اوتوماتيك ودايناميك فيول مانجمنت، يعني السلندرات كلها بتكون هم 8 سلندر بنفصل 6 سلندر بيمشي بدايه من سلندرين وبعدين حسب الار بي ام السلندرات بتشتغل وتفصل حسب التسارع. طبعا بدون تدخل من السايق وده بيريحنا كتير في الخط وفي المدينه. زي ما احنا شايفين الجلد او الليدر اللي بينزل على فئه البريمير طبعا لازم يكون بريميوم ليدر بلون مختلف، وهنا طبعا بيكون على الكراسي الأمامية فيها تبريد مع التسخين على الكراسي. حاليا فئات التاهو كلها بتنزل او معظمها بينزل بالبوتاي المضيء او الشعار الأسود المضيء، ده بيضوي بالليل طبعا بيكون شكله طبعا اكيد مرعب اكتر بالليل، بيكون شكل رياضي اكتر على فئه الزد 71. عرض رمضان الحصري في بن حموده للسيارات يبدا التقسيط من 2999 درهم فقط لا غير، يشمل التامين، عقد صيانه لمده 3 سنوات او 60,000 كيلو والتسجيل. اهلا بكم.